أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أذن الحاكم بعمل مظاهرات سلمية، إذا إيه؟ أذن الحاكم بعمل مظاهرات سلمية. لا، المظاهرات ما تجوز في الإسلام، ما تجوز، هذه من أعمال غير المسلمين، ما لا تجوز المظاهرات في الإسلام والفوضى، ما يجوز هذا. نعم. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة. لهذا أقول باختصار إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين.